حضرت. ومعانا الفنان المغربي سعد المجرد. اهلا وسهلا بيك يا سعد في باباراتزي، منورنا. الله يبارك فيك. ثانك يو. ميرسي. الله يخليك. احكي لي عن تجربتك النهارده معانا في مصر، وهي طبعا اول حفله في مصر معانا بعد اغانيك طبعا مكسره الدنيا ومكسره العالم يا جماعه. والله ما تتصوروش فرحتي وسعادتي بهذه الحفله وبتواجدي في مصر، وانا كان حلم من احلامي انه اغني في القاهره، كان حلم من احلام الوالد من ابي، وما يعني وغنى في القاهرة، ولكن أنا اليوم كان حقق حلمي أنا، وأتمنى إن شاء الله أكون يعني عند حسن الظن الجمهور المصري. متوقع يا سعد الأغنية بتاعتك طبعا أنت بغية واحد في الأول أنها كسرت الدنيا في مصر بالشكل ده، ويليها أغنية أنت المعلم. إن شاء الله. أنت متوقع أن هي تحقق النجاح ده في مصر؟ كنا متفائلين، يعني في تفاؤل أنه ممكن لا، بس ما كناش منتظرين هذا النجاح بهذه السرعة بهذا الانتشار. يعني كنت بقول انه ممكن انت باغية واحد توصل للمغرب العربي، بس الحمد لله اتس افتر المعلم خلت مال حبيبي تنشهر، وخلت انت باغية واحد تنشهر، فا اتس جريت. كنت متوقع المصريين يحفظوا اغنيتك؟ لا بالمغربي؟ لا، وفي كفرز كمان بالمصري. في فرقة مشهورة عندكم عملت انت معلم وانت باغي واحد، دخلتها مهرجانات. اسمهم ايه؟ والله انا مش عارفة، بس الناس كلها بتسمع. معروفين جدا. اتس بيوتيفول، اي لاف ات. متوقع اقرب حفلة ليك تاني في مصر امتى؟ مش مهم، انا عن نفسي عايزاك الاسبوع الجاي. حبيبتي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. السنة الجاية ان شاء الله فور شور نيجي لشرم الشيخ، ونجي يعني نغني في مدن ثانيه في مصر، مش بس في القاهره. مش ناوي تغني بالمصري؟ نغني بالمصري، ليش ما نغنيش بالمصري؟ ممكن تقول لنا حاجه الباباراتزي 2016؟ باباراتزي 2016، ثانك يو سو ماتش فور يور سبورت اند سي يو سون. ثانك يو فور يو. باباراتزي اقوى موقع فني.